خذ نفس زفير، كمان نفس زفير، منيح. شفت كيف النفس طلع طلع طلع؟ شايف كيف عم بيصفر كبدي قلبي؟ سعود لشوف. انت بتدخن شي؟ زماني دخنت. هلا عم تتعاقب على اللي كنت تعمله، ما عندك مشاكل؟ ولك الله يلعن اللي عطاك شهادة. مراد حبيبي مراد، دخيل روحك انت. ما عاد فيني شي هلا، طبت. مشان تصدق مشكلتك نفسية؟ مشان الله لا تعاملني مثلي مثل المجانين. استغفر الله يا خال. إذا بقلك هلا بدنا نطلع، بتصير بتركض مثل الغزال. رح تركض من هون للمطار. إذا ما كانت المشكلة نفسية، شو بدها تكون؟ لا، أنتم مو مصدقين، بس ما عاد لي طعمي مثل أول. الله الله، ليش؟ والله بعد هالعمر مليت من الحياة كلها. حبيبي مراد، السجون ما عادت مثل أول. أنت لحالك، لا صديق ولا قريب. والله اللي دقته بالسجن هاي الفترة عن مرارة 40 سنة دقتها. بس تعال وقل لهم للدكاترة هالحكي. خالي، في طريقة واحدة لتخلص من هالمكان، إنه نطلع مع بعض بس لبرات البلد، وهنيك منعرضك على الدكتور اللي بدك ياه. وشو رح يفرق هنيك يا عزيزي مراد؟ صحيح هون سجن مسكر، بس هنيك سجن مفتوح. على قليلة بشوفك هون، هنيك مين بيعرف كيف رح تمرق الأيام. والله أنا زعلان عليك يا خال. ما في داعي للحزن أبدا، أنت عليك بس تزبط لي أمر نقلي للمشفى ويهتموا فيه وبيكفي. لا لا خال، أكيد مالي من شي تاني. الحقيقة هاي الحالة النفسية اللي عم تحكي عنها مو فايتة براسي بنوب. حبيبي مراد، أنا تقاعدت من هديك.